عن العمليات العسكرية التركية المرتقبة في الشمال السوري وإمكانية بدئها قريبا، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي التركي فراس رضوان أوغلو. أستاذ فراس، مرحبا بكم. يعني أنقرة على لسان المتحدث باسم الرئاسة التركية تلوح باحتمال شن عملية برية في سوريا في أي وقت، هل في هذا الإطار تم التوافق مع النظام السوري أم أن تركيا ستتحرك بشكل منفرد؟ أنا أظن أن الموضوع يعني مركب من جزئين. الجزء الأول هو الضغوط التركية الآن باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بشكل أقل طبعاً، بسبب ربما يعني عدم وصول أو حصول تركيا على ما تريده من الحليف الأمريكي. نعم. والجزء الثاني ممكن نقول هذه العملية ستأتي بكل أحوال صالح النظام في دمشق، لأن هو يعلم أن كلما تقلصت السلطات ومساحات السلطة التي تستحوذها القسد، يعني هو بكل أحوال يتخلص من أحد الخصوم بشكل أو بآخر، ويعلم أن ربما المفاوضات السياسية مع تركيا ممكن تعطي كلها على عكس ما يحصل في شرق الفرات، لأن في النهاية هذه مفاوضات القسد يعني لسان الولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ فراس، المتحدث باسم الرئاسة التركية قال إن العمليات العسكرية لن تستهدف مصالح دمشق ولا السوريين المدنيين في نطاق هذه العملية. هل تعتقد أن تنسيقا ما سيتم مع روسيا والنظام قبل أن تنطلق هذه العملية العسكرية؟ يعني هذا أمر وارد جدا، بسبب أن قبلا حتى المقامة التركية كل العمليات العسكرية كان هناك طبعا من التنسيق سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى مع روسيا في بعض التفاصيل العسكرية، لكن ربما في الأمور الخاصة عندما لا أعتقد سيتم المشاركة فيها بالعمليات السرية أو ما شابه ذلك، لكن بشكل أو بآخر هناك تنسيق. ربما كيفية التنسيق مع موسكو ودمشق يعني أظن مختلف، هنا سيكون مع روسيا تكتيكا عسكريا لعدم اصطدام أو شيء من الجيش الروسي أو أخرى، بينما ربما مع دمشق سيكون تعاونا استخباراتيا في حال تم حصل هذا التعاون بين الطرفين. لكن يعني ما زالت أمور معقدة في هذا السياق وفي التصريحات الأخيرة التي جاءت من دمشق بأن لا يعني لا يمكن للتطويع او اعاده العلاقات دون انسحاب الجيش التركي. نعم. وهذا يعني نوعا ما يعني يعاكس التصريحات التي جاءت من قبل اليومين دفاعا صرحت سواء هنا او هناك، صرحت بان كان اللقاء ايجابيا، وهذا يعطي انطباعا ان لا استقرار حقيقي ربما في القرار السياسي هناك. أستاذ فراس، ضمانات عام 2019 كانت من قبل الولايات المتحدة كما تعرفون تعهدت حينها بتراجع الميليشيات الكردية. اليوم مع حديث عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية التركي إلى واشنطن، كيف تتوقعون العرض الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لتركيا في هذا المجال؟ يعني أنا أظن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها شيء تقدمه، لأن ما تطلبه تركيا ربما واضحا هو انسحاب قسد، والآن ربما أيضا تريد سحب بعض الأسلحة الثقيلة التي مررت إليهم في هذا السياق. لذلك لا أظن أن يعني سيكون هناك أي شيء تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية. الزيارة طبعا ستشمل عدة ملفات، أكيد من ملفات ليس فقط الملف السوري، الناتو، روسيا، أوكرانيا، بعض الأمور الأخرى، العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. لكن بالنسبة للملف السوري أنا أظن ستضغط تركيا، وهذه التصريحات هي نوع من أنواع الضغط التركي بالنسبة لأن العملية العسكرية قائمة، وأن كل ما الاجتياح البري ربما أيضا هو قائم، حتى التقارب مع موسكو ودمشق أيضا هو نوع من أنواع أظن الضغط الاستراتيجي والسياسي بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. ننتظر يعني ما ستقول إليه. كلنا نحن قادمون على انتخابات في تركيا، هذا أيضا سيلعب دور مهم. طيب
أستاذ فراس، إذا كانت تركيا مستعدة عسكريا بحسب تصريحات وزير الدفاع التركي للتحرك في أي وقت، وهذه التصريحات طبعا أكدها المتحدث باسم الرئاسة التركية، تعتقد أن الولايات المتحدة ستترك هذه الميليشيات تواجه لوحدها القوات التركية؟ في حال يعني أقدمت تركيا على هذه الخطوة، وطبعا هي ستكون بردود فعل أمريكية ربما غاضبة نوعا ما، لكن هذا لا يعني أن مهما كانت ردود فعل غاضبة أن الولايات المتحدة الأمريكية ستصطدم مع تركيا، لا ذلك. وحتى في أحد التصريحات لأحد السيناتورات الأمريكيين قال يعني إذا أحد ما سألنا بالمقارنة تركيا أم قصد، طبعا الجواب معروف. وهذا يعني أنه هناك فرق كبير بين الطرفين، لكن ستبقى حتى لو قامت تركيا لخلط الأوراق وضغط على الولايات المتحدة الأمريكية في هذه العملية، أظن أنها ستستمر لفترة طويلة، ربما سيكون هناك تنسيق آخر نفس ما حصل في عام 2019 بأمور أخرى، لأن في النهاية أيضا تركيا ستراعي المصالح الأمريكية في سوريا. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي التركي فراس رضوان أوغلو، شكرا جزيلا لكم.